لو الحكاية فيها إن فيجو كابتن هشام عبد المنعم المدير الفني لنادي سوهاج والكلام عن منتخب الاولمبي ومغادره النادي في نهايه ديسمبر وبدايه يناير، حضرتك ممكن تكلمنا عن اخر التطورات في الموضوع ده يا فندم؟ طبعا انا بشكر اتحاد الكوره، اولا بشكر الكابتن حماده المصري، بشكر الكابتن حسام البدري على اختياره ليا وعلى حسن الظن اختياري مدرب المنتخب الاولمبي، ده شرف كبير لاي مدرب، وان شاء الله نكون عند حسن ظننا. يعني احنا طبعا العمل بتاعنا ان شاء الله هيبدا من واحد واحد، فانا باقي مستمر معانا بسؤال لحين ان شاء الله باذن الله اشعار اخر، حين لما نشوف مع اتحاد الكره العمل بالضبط رسميا هيبدا امتى ان شاء الله، اكيد هسيب المهمه ولا مهمه ان شاء الله مدرب اخر. يعني احنا ناخد كلام للجمهور الكرة في سوهاج انه الكابتن هشام مستمر حتى بداية يناير الى اشعار اخر. الى اشعار اخر. الى اشعار اخر. لكن لبداية يناير احنا مستمرين ان شاء الله. ان شاء الله باذن الله. لغاية ان شاء الله لغاية ماتش اسوان ان شاء الله. ان شاء الله. ان شاء الله. شكرا كابتن.